الحقيقة دائما وأبدا المجلس القومي للمرأة بيقيم العديد من الأنشطة في إطار الاحتفالات بيوم المرأة المصرية، والسنة دي أخذ المجلس القومي للمرأة شعار أصل الحكاية من خلال التعريف بأصل حكاية المرأة المصرية وجهادها في 100 عام فيما يخص التاريخ الحديث. طبعا نضال المرأة المصرية معروف منذ قدم التاريخ، ولكن من خلال 100 عام واحتفالا بمرور 100 عام على ثورة 1919 بتجرى العديد من اللقاءات التثقيفية في هذا الإطار، وللتعريف أيضا بأنشطة المجلس القومي للمرأة. والحقيقة المجلس القومي للمرأة له دور كبير جدا فيما يخص الاهتمام بقضايا المرأة في المجتمع ورفع الوعي بها من خلال التواجد زي ما حضرتك شايف كده في الجامعات، في المؤسسات، في الوزارات، وأيضا لرفع الوعي ببعض القضايا المجتمعية بصفة عامة. المجلس القومي للمرأة يقوم بالعديد أيضا بالفعاليات سواء كان بداخل المجلس، يمكن حضرتك لو شرفتنا بداخل المجلس هتلاقي فعاليات كثيرة جدا فيما يخص اللجان وأفرع المجلس القومي للمرأة اللي هم 27 فرع الممتدين على مستوى المحافظات. أولا لازم حضرتك تعرف أن وحدات مناهضة العنف منتشرة على جميع أقسام الشرطة في جمهورية مصر العربية، وأعتقد أن هذه المعلومة لم تكن لدى الكثيرين والكثيرات فيما يخص هذا الموضوع. وأيضا هناك وحدات لمكافحة العنف منتشرة في الجامعات، وبالتالي أي مضايقة من الممكن أن تحدث للسيدة أو للبنت أو للفتاة تستطيع أن هي تتخذ الإجراءات الرسمية نحو هذا المتحرش. احنا بنقول لها لا بقى. لا، احنا الحقيقة ما بنقول لها ما تخافيش وكوني قوية وبلغي. وعلى فكرة قانون التحرش الذي صدر بتشديد شديد جدا بالحبس والغرامة، وبالتالي من الممكن أن تحصل على حقها من خلال البلاغ.